محلات هذا وخوادر، كاين هذا وكاين هذا. بالنسبة لهادشي اللي وقع، سيدنا الله ننصرو دعا لهذاك الدعم. بالنسبة حنا خصوصا الصناع التقليديين عطاهم دوزهم الصناعات لهذوك الوزارة تاع الصناعة التقليدية. ما سمعت انا مؤخرا ان واحد 200 حانوت هنا خرج دفع لدار الصناع دار ويروج بان هذاك شو يقول لك كاين شي نزاع بين اللجنة تاع الزنازير ودار الصناع. وحنا تقريبا هذه 8 شهور وحنا قاعدين ما تابعنا الفاكتورات الماء، تابعنا الاولاد الدراسة، تابعنا المناسبات ها رمضان ها الصغير ها الكبير، تابعك طول الماء. مؤخرا بني انا غير راسي ونطلب غير الرخصة، حبسنا عندنا حتى الرخص، ودابا 8 شهور دابا هادي وحنا تنعانيو. هادي مجموعة تاع الحوانت، هذا محل هنايا هنا فيه ثلاثة تاع الحوانت، دابا اللي خصو في الحشي موتور تيجي يحطو هنايا. ما الحوانت شنو كانوا فيهم؟ كان فيهم صناعية بحال انا تنصيب السندارة والبلغا والصاك هنا في هذا المحل. هو دابا غادي 8 شهور هادي هو مسدود وحنا قاعدين تنعانيو، ما حاسبيننا كاع واش كاينين. ما هذيك الغرفة الصناعة التقليدية ما فيتيهاش، ما لا والو. حنا اللي عطوه اللي بيبني راسو عطوه الرخصة ويجربونا في هاد الإجراءات. يعني انتم ما تسناش دعمتوه، بغيتوا تبنيو ديالكم؟ اي انا براسي بغيت نبني راسي. البارح انا جبت انا خدام هنا بيقوم لي هادشي، ومشى واحد السيد عند القائد قال له رخصه، قال له حتى ما عاد يعطيو الرخصه. دابا خصنا نديرو الفوضه اللي بغينا نبنيو. انا محلاتنا دابا مسدوده وهادو وقت الخدمه، انا تندير الصنداره هادو وقت الصنداره. دابا هادشي ديال الصنداره تيبدا هذاك من شهر 3 تيبدا حتى شهر 5، الناس تيضلو خدامين الشتوى كامله تيخدمو تيستوكيو. تجادو قدر تخرج السلعة، حنا جمالة. دابا ما كاين كاع اللي جا هنا تيلقى الحانوت ريبة، حنا دابا قاعدين.